الإيجار القديم في ذمة الله، واللي مش معاه فلوس إيجار جديد هيبات في الشارع خلاص، وده هيبقى أمر واقع لو أعضاء مجلس الشعب وافقوا على قرار إلغاء قانون الإيجار القديم. فيا ترى إيه هي الحكاية؟ وهل فعلاً الفقراء مش هيلاقوا مكان يباتوا فيه؟ ده اللي هنعرفه في الساعات الجاية بعد ما أعلنت لجنة الإسكان في مجلس الشعب مناقشتها لقرار إلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله علشان يكون في صالح كل الأطراف. في الوقت اللي طالب فيه وزير الأوقاف مختار جمعة إلغاء الإيجار القديم علشان يستفيد من أملاك الوزارة، لأن في أصول قيمة إيجارها 8 مليون جنيه والوزارة ما بتاخدش فيها غير 8 جنيه. لما المستفيدين من الإيجار القديم بيقولوا إنهم ساكنين في بيوت قديمة عشان كده الإيجار قليل، والقرار ده لو اتنفذ هيشرد ناس كتير ما بين 3-10 مليون شخص ساكنين إيجار قديم وهم دلوقتي مصيرهم في إيد أعضاء مجلس النواب. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ هنا كلنا لازم نسألكم عن رأيكم في قانون الإيجار القديم، هل أنتم مع أم ضد؟ السؤال ده ليكم، مستنيين ردكم عليه في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من مباشر مصر.